يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بجميع أنواعه وما حكم مشاهدة الفيديو؟ التصوير بجميع أنواعه حرام إلا ما دعت إليه الضرورة، تصوير للبطاقة للرخصة لجواز السفر، هذا دعت إليه الضرورة، لأنك لو ما تصور تعطلت منافعك، هذا يجوز للضرورة، وما عداه لا يجوز. التصوير للذكريات، التصوير للحفظ، التصوير للفن كما يقولون، تعليقه على الجدران، الاحتفاظ به في صناديق، كل هذا ما يجوز، ما عدا الضروري فلا يجوز التصوير. نعم.